أولادي وبناتي، طلب الطالبات جريد 5، أهلا بيكم حبايبي. النهاردة هنبدأ مع بعض أول كونسبت في منهج الترم التاني. اليونت بتاعتنا اسمها Our Earth's Resources أو موارد الأرض. الكونسبت الأولاني بعنوان Hydrosphere and Biosphere Interactions. مش هقول لكم معنى العنوان ده دلوقتي غير لما ندخل في الدرس ونشرحه، لأني بعد ما هنشرح هتقدروا تفهموا لوحدكم هو العنوان إيه المقصود منه. تعالوا نبتدي مع بعض. Earth systems يعني Earth systems يعني أنظمة الأرض. الأرث بتاعتنا، البلانت، الكوكب بتاع الأرض اللي احنا عايشين عليه ده، عبارة عن complex system، يعني عبارة عن system كبير جدا. السيستم ده includes living organisms and non-living things. في حاجات living وفي حاجات non-living. living organisms زي الهيومن، زي البلانت، زي الانيمالز. النون ليفنج زي ايه؟ زي الاير، زي الارث او السويل اللي احنا واقفين عليها، زي الووتر. كل الحاجات دي نون ليفنج. الليفنج والنون ليفنج مع بعضهم بيكونوا لي الارث بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها. وكنا قلنا في الترم الاولاني ان الليفنج اورجانيزمز والنون ليفنج ثينجز بيحصل ما بينهم انتر اكت ويز ايتش اذر، يعني في ريليشن بتربطهم. الاثنين محتاجين بعض، لازم يكونوا الاثنين موجودين عشان يبقى في لايف اون ايرث. طيب الساينتستس هاف ديفايدد ذا ايرثس انتو فور مين سيستمز، يعني العلماء بتوعنا قسموا السيستم بتاع الايرث اللي احنا عايشين عليها دي لفور سيستم. كل سيستم منهم هتلاقوا ان النص التاني من اسمه فيه كلمه سفيرز. يعني ايه سفيرز؟ يعني حاجه شبه الكره كده. طيب هم ليه قالوا عليها سفيرز؟ ليه قالوا على السيستمز بتاعت الايرث سفير؟ عشان الشيب بتاع الايرث از فيري كلوز تو بي ا سفير، يعني شكل الارض قريب من شكل الكوره. عشان كده كل سيستم موجود في الارث هتلاقوا دايما النص التاني من الكلمه في كلمه سفير او كره. طيب تعالوا نشوف ايه هي الفور سفيرز دول. اول واحد اسمه جيو سفير، تاني سيستم اسمه هيدروسفير، تالت سيستم اسمه بايوسفير، والسيستم الاخير عندنا اسمه اتموسفير. طيب الاربع كلمات دول عايزين نفهمهم، عايزين نعرف مين هم الفور سيستمز دول وبيتكلموا عن ايه. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه جيوسفير، زي ما انتم شايفين في الكلمه دي النص التاني منها هو سفير، وعرفنا خلاص يعني ايه. تعالوا نشوف النص الاولاني من الكلمه، كلمه جيو. جيو دايما معناها ايرث. ايرث يعني اي حاجه على الارض، اي حاجه جزء من الارض بقول عليها جيو، واي جزء موجود في الارض هسميه جيوسفير. يعني ايه؟ يعني system that includes all the earth's layers. الأرض اللي احنا واقفين عليها دي مش طبقة واحدة، لأ دي four layers. الجزء اللي احنا واقفين عليه برجلينا ده اسمه crust أو القشرة بتاعت الأرض. الطبقة لو حفرت شوية في الأرض هنزل للطبقة اللي تحتيها اسمها mantle. طيب لو نزلت أكتر في باطن الأرض هلاقي طبقة اسمها الكور، قلب الأرض أو باطن الأرض أو لب الأرض. الكور ده جزئين، جزء اللي بره اسمه اوتر كور اللي هو ده اللي هو لونه اورنج فاتح ده، والجزء اللي جوه اللي باللون الريد ده اسمه انر كور او الباطن الداخلي او اللب الداخلي للارض. يبقى كل الطبقات بتاعه الارث دي هي جزء من الجيوسفير. ما دام هي جزء من الارث تبقى اسمها جيوسفير. طيب ايه اكزامبل على الجيوسفيرز بتاعتنا؟ الأرض ممكن يكون فيها soil، ممكن يكون عليها rocks، ممكن يكون عليها minerals اللي هي المعادن اللي بيستخرجوها من بطن الأرض، زي الأيرن الحديد، زي الكبر النحاس، زي الجولد الذهب. كل دي minerals موجودة في الأرض، وما دام حاجة موجودة أو جزء موجود من الأرض بسميها geosphere. كمان المولتن روكس او الصخور المنصهره انسايد ايرث، في باطن الارض الصخور او الروكس بتكون من كتر ما درجه حراره الارض جوه سخنه جدا وعاليه جدا بتكون الروكس دي مولتن، يعني منصهره، يعني سايحه، زي ما انتم شايفين كده في الصوره بتبقى شبه النار اللي واخده شكل الليكويد.
طيب كمان اللاند فورمز، يعني ايه لاند فورمز؟ يعني التضاريس. يعني ايه التضاريس؟ زي ما خدته في الدراسات، يعني الماونتينز الجبال، الفاليز الوديان، اي حاجه بقى خدتوها في التضاريس دي تعتبر من الجيوسفير. طب يا ميس، هو الجزء ده هيجي لنا في الامتحان ازاي؟ لو جه قال لي الماونتينز دي تعتبر من اي سفير من السفيرز بتاعت الارث، هقول له دي من الجيوسفير، ما دام هي جزء من الارث تبقى دي جيوسفير. طب لو جه قال لي الروكس اقول له جيوسفير، قال لي السويل اقول له جيوسفير. تمام يا ولاد؟ طيب تعالوا نشوف السيستم التاني اللي موجود في الارث اللي هو هيدروسفير. اي حاجه فيها كلمه هايدرو، هايدرو معناها ووتر، يبقى اي كلمه هتلاقوا فيها كلمه هايدرو اعرفوا على طول ان ده سيستم فيه ووتر. يبقى كلمه هايدروسفير هي السيستم اللي موجود في الارث اللي انكلود اول ذا ووتر، اي ميه، سواء كانت الميه دي under the earth تحت الارض، on earth above earth، المهم انها water، اي water بقول عليها hydrosphere. طب ايه الwater اللي موجودة عندنا على الارث واقول عليه hydrosphere؟ الoceans او seas البحار والمحيطات، الrivers الانهار، الground water. يعني ايه ground water؟ يعني المية اللي موجودة تحت الارض في باطن الارض دي اسمها ground water. والجليشرز، يعني ايه جليشرز؟ جليشرز يعني الانهار الجليدية، الانهار اللي جمدت عشان خاطر موجودة في اماكن درجة الحرارة فيها منخفضة جدا، اللي هي البولار ريجونز. طيب يبقى الجليشرز هي عبارة عن لارج شيت اوف ايس، يعني الواح كبيرة من التلج، موف سلولي اوفر ايرث، دي معنى كلمة جليشرز، الواح كبيرة من التلج وبتتحرك ببطء جدا جدا على الارض زي ما انتم شايفين كده، دي اسمها جليشرز. طيب هل احنا عندنا جليشرز بس على الارض؟ يعني عندنا انهار جليديه بس ولا في تلج تاني موجود على الارض؟ لا طبعا، ده احنا عندنا جبال مغطاه بالتلج، عندنا التلج ده موجود في اماكن وبيغطي اماكن كتير جدا خاصه في البولار ريجونز. طب التلج اللي موجود في الارث كلها على الارض كلها بنسميها ايه؟ كرايوسفير. يبقى الكرايوسفير هي الفروزن ووتر اون ايرث، اي ميه متجمده على سطح الارض بسميها كرايوسفير. يعني الكرايوسفير دي جزء من الهيدروسفير، بتمثل السوليد فورم بتاع الووتر، يعني بتمثل الميه المجمده على الارض. ومن الاكزامبلز بتاعت الكرايوسفيرز الجليشرز او الانهار الجليديه. طيب ده كده بالنسبة للهيدروسفيرز، تعالوا نخش على بايوسفير. يعني ايه بايوسفير؟ اي حاجة اولها كلمة بايو معناها حاجة فيها ليفينج، حاجة فيها لايف، حياة. زي كده مثلا ما هتكبروا شوية تاخدوا مادة اسمها بايولوجي، يعني مادة الاحياء اللي بتدرس الليفينج اورجانيزمز. يبقى اي حاجة فيها كلمة بايو معناها لايف. بايوسفير هو السيستم اللي موجود على الارث اللي بيضم includes all living organisms on earth، سواء كانت الليفينج اورجانيزمز دي humans, animals, plants او مايكرو اورجانيزمز. فاكرين المايكرو اورجانيزمز اللي خدناها في الترم الاولاني اللي هي كانت البكتيريا والفانجاي والالجي، الحاجات اللي اخدناها كلها في الترم الاولاني. كل اي ليفنج اورجانيزم يجيبهولي اقول على طول وانا مغمضه انه بايوسفير، جزء بارت او كومبوننت من البايوسفير. طيب نيجي بعد كده للسيستم نمبر 4 اللي هو اسمه الاتموسفير او الاير بتاعنا بقى. يبقى الاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي ده اللي هو الهواء اللي حوالينا. كلمه اتمو اللي موجوده في الاول دي معناها فيبر او معناها الجازس او معناها الاير اللي موجود حوالينا. يبقى كلمة اتموسفير هو السيستم اللي بيضم كل الجازس that surrounds the earth، كل الجازس اللي موجودة في الهواء حوالينا. زي ايه؟ فاكرين لما كنا بنقول الترم الاولاني ان الاير بتاعنا او الاتموسفير ده ميكشر، خليط من different gases، من جازس كتير زي الاكسجين والنيتروجين، زي الكربون دايوكسيد and the other gases. كل الجازس دي بتمثل حاجة اسمها اتموسفير او الاير او الغلاف الجوي اللي بيحيط بالارث بتاعتنا. كده يبقى دول الفور سيستمز او الفور سفيرز اللي بيتكون منهم الارث سيستمز بتاعتنا، اللي هم تاني
جيوسفير، هيدروسفير، بايوسفير، and اتموسفير. لحد هنا نبقى خلصنا أول بارت في الكونسبت بتاعنا. اتكلمنا فيه عن، أفكركم تاني، اتكلمنا عن الأرث سيستمز، قلت عندي فور سيستمز. الجيوسفير هو أي حاجة تخص الأرث، البيوسفير أي حاجة تخص الليفينج أورجانيزمز، الهيدروسفير أي ووتر على الأرث، الأتموسفير أي جازس موجودة في الأير بتاعنا. أتمنى نكون فهمنا الدرس ونذاكر أول بأول. عندكم الملزمة موجودة على الفيس وعلى الواتس وعلى التليجرام، نذاكر بترتيب الملزمة عشان الفيديو ماشي مع الملزمة. أتمنى لكم كل التوفيق حبايبي، مع السلامة.